السلام عليكم، يا هلا بالشباب. جهز اليوم قلب موازين الفيلم متوسطة وصعب أن يتنافس من أي شركة ثانية من أداء وشاشة وكاميرات وسعر مناسب نسبياً. فإذا عندك 240 دولار أو 360 ألف دينار عراقي وتريد تشتري تليفون وحاير شنو تختار، فنصحك تشوف الفيديو لأن المواصفات والسعر اللي يجي بيها الريلمي كيو 3 برو شيء ممتاز بصراحة، لكن ماكو جهاز كامل وأكيد بي بعض العيوب. وتوضيح مهم لما انتشر من أخبار عن هذا الجهاز، فنصحك تكمل الفيديو للأخير حتى تعرف كل شيء عن هذا الجهاز. أنا محمد وأهلا بيكم بتك تايم، خليكم معي. أول شغلة راح أبدي بيها وهي أهم نقطة في أي جهاز تمتلكه أو تريد تشتري والكل يسأل عنه، هو محرك هذا الجهاز. وهنا ريلمي استخدمت خيار مثالي برأيي الجهاز بهذه الفئة، هو السناب دراجون 768 جي معماريته 7 نانومتر، معالج قوي بأدائه خصوصا بالألعاب وأدائه ممتاز وما راح تحس بحرارة قوية بأي لعبة، وينطيك أداء مستقر بأقوى الألعاب. خلال تجربتي للألعاب لعبت ببجي لعبتها بفريمات قوية ودقة سموث، راح تلعب عندك براحة وبأداء محترم وتوصل عندك لفريمات بين 57 إلى 60 فريم، لكن إذا تلعبها بإعدادات قوية يعني جرافيكس HDR ودقة فائقة فراح تستقر عندك الفريمات عند 40 فريم بالثانية. وأيضا جربت لعبة ببجي الجديدة النيو ستيت ولعبتها بأعلى دقة وأعلى إعدادات، واللعبة كانت مستقرة جدا وسلسة والفريمات أيضا مستقرة ما بين 59 و 60 فريم. أما بالنسبة للعبة Call of Duty أيضا لعبتها بأعلى الإعدادات الموجودة بالجهاز وكان الأداء محترم والجرافيكس عالي والفريمات تتراوح ما بين 55 و 58 فريم بالثانية. وعاد عن المعالج القوي عندك رام أما 8 أو 12 جيجا بايت يدعم لك إضافة ذاكرة إضافية من مساحة التخزين الداخلية بفضل تقنية توسيع الرام DRE، يعني الرام 8 جيجا بايت راح يصعد إلى 13 جيجا بايت والرام 12 جيجا بايت راح يصعد إلى 19 جيجا بايت. عداها عندك مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت. فالسلاسة والمولتي تاسكينج طيارة، الاستخدام اليومي سلس وسريع وبصراحة واجهة ريلمي اليو اي 2 اللي مبنية على الاندرويد 11 شيء مختلف، سلاسة وبساطة وكل شيء بمكانه، والواجهة سلسة لا تعليق ولا تهنيق وما تفصل بكيفها. ولكن للقصة بقية خصوصا إذا تعرف مواصفات الشاشة الخرافية، بس حبيت أذكركم بلايك للفيديو واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، ومشكورين جدا على دعمكم المستمر لقناتنا. ويلا نرجع للشاشة. الشاشة بالريالمي كيو 3 برو ممتازة، سوبر أموليد مقاسها 6.43 إنج ودقتها فول اتش دي بلس وكثافة بكسلاتها 409 بكسل لكل إنج، وبضاعة ممتازة تعبر حاجز 600 شمعة. وشاشة هنا تستحوذ على 92% تقريبا من واجهة الجهاز. الشاشة بصراحة ممتعة، ألوانها مشبعة وفلات تماما، مريحة بالكتابة، ومحرك الاهتزاز بهذا الجهاز جيد ودقيق. والأهم هنا عندك تردد شاشة عالي عند 120 هيرتز، يعني السلاسة والسرعة حاضرة هنا من تقلب بواجهات النظام والتطبيقات أو مواقع السوشيال ميديا. تردد استجابة الشاشة لللمس وهذا الأهم للاعبين سريع جدا عند 360 هيرتز، وهذه الحركة تفيد اللاعبين أكثر من تردد عالي للشاشة لأن أكثر الألعاب أساساً ما تدعمه. ومدام بعدنا بالشاشة فهنا عندك بصمة ضوئية مدفونة تحت الشاشة كنظام أمني بايومتري سريعة ومواجهة أي تأخير أو بطء بالاستجابة مباشرة، مجرد ما ألمس البصمة الجهاز يفتح عندي بسرعة. أما إذا جينا نحكي على التصميم، فتصميم الجهاز أنيق بهيكل وأطار من البلاستيك نحيف والفنش جميل وخفيف ومريح جدا بالإيد، وزنه 174 غرام وسماكته 8.9 ملم، الوزن متوزع بطريقة مثالية. لكن ملاحظتي هنا على التصميم هو أن ظهر الجهاز يترك أثار البصمات أصابعك، فنصحك أن تستخدم الكفر الشفاف اللي موجود بالباكيت. طبعا أيضا من ملاحظاتي على التصميم أنه ما عندك أي مقاومة للمي والغبار بأي معيار، وشوف هذا الشيء طبيعي، الجهاز سعره 240 دولار ونادرا ما نشوف جهاز بيه مقاومة حقيقية للماء والغبار، لأن هذه التقنية راح ترفع من سعر الجهاز. أما إذا جينا على الصوت فهنا عندك عيب موجود بالجهاز، لأنه عندك عدم وجود مدخل سماعات ستيريو سبيكر، عندك فقط سماعة واحدة مونو موجودة بالأسفل، صح الصوت جيد بجودة جيدة لكن تمنيت لو كانت ستيريو. أيضا الصوت حتى بالمكالمات شفته مميز وواضح وعالي. كذلك عندك مدخل سماعات الرأس 3.5 ملم موجود أسفل الجهاز. أما إذا جينا نتكلم عن البطارية،
فهنا البطارية بالريومي كيو 3 برو سعتها ممتازة 4500 ملي أمبير، ولكن المميز هنا هو الشحن السلكي السريع السوبر دارت تشارج قوة 50 واط، هذا يشحن لك البطارية من 0 إلى 100% خلال 45 دقيقة، وهذا الشيء ممتاز بالنسبة للجهاز بهذا السعر. أكثر من 7 ساعات تشغيل شاشة سكرين أون تايم ويوم كامل مريح إذا استخدامك من عادي إلى متوسط، لكن إذا استخدامك مكثف وتلعب ألعاب قوية وبإعدادات عالية ومشغل تردد عالي للشاشة فرح تحتاج تعيد شحن الجهاز خلال اليوم، بس الشحن اللي موجودة بالباكيت راح تعوضك بسرعة. أصدقائي أختم إياكم الريالمي كيو 3 برو بكاميراته. عندك هنا 3 كاميرات خلفية، كاميرا أساسية وهذه الأهم دقتها 64 ميجا بكسل من سوني، مجربة وقوية وتنطيك نتائج ممتازة سواء بالليل أو النهار، صور عميقة وديناميك رينج جيد والصور تفاصيل ممتازة. أيضا الحركات بسوفت وير الكاميرا محترمة جدا، عندك مجموعة منوعة من المودات، تصوير مزدوج وفلاتر وغيرها، وحتى التصوير الليلي معالجة الصور تحسنت بشكل كبير، ومثل ما تشوفون بهذه الصور اللي معروضة أمامكم الدقة والتفاصيل عالية. الفيديوهات هنا خياراتها متنوعة وممتازة بالفئة السعرية، عندك 4K 30 إطار بالثانية موجود، والمعالجة أيضا ممتازة بألوان الفيديو، وأمامكم نموذج من الفيديو المسجل بكاميرا الريالمي كيو 3 برو، ونلاحظ أكو بعض الاهتزازات بالفيديو، طبعا هذا الشيء طبيعي لأن ما عندك أي مثبت بصري حقيقي IS، لكن من تصور فيديو بدقة 1080 سواء 30 أو 60 فريم، فنلاحظ استقرار وثباتية الصورة فضل المثبت الرقمي الـ EIS اللي يدعم التصوير بهذه الدقة، فنصيحتي لك إذا تصور فيديو بالريالمي كيو 3 برو فلا تصوره 4K، وإنما اختار جودة الـ 1080. وعدا عن العدسة الأساسية فهنا عندك عدسة واسعة 119 درجة دقة 8 ميجا بكسل، الصور جميلة وواسعة بهذه العدسة تعطيك مجال رؤية واسع. عندك عدسة دقة 2 ميجا بكسل للماكرو، ما أعتقد راح تستفاد من عدها بشيء. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهنا عندك متحسس من سوني IMX615 بدقة 32 ميجا بكسل، التصوير بهذه العدسة جيد ومعالجة الألوان جيدة جدا كحدة وألوان، حتى بوضع البورتري راح تحصل على نتائج جيدة، حتى ألوان البشرة أو السكين تونز صار أفضل من الأجهزة السابقة اللي جربتها من ريالمي. وقبل ما تطلع من الفيديو السدة حاب أوضح لك نقطة مهمة، أنه هذا الجهاز نسخة صينية مو عالمية، لكن وكلاء ريالمي بالعراق ارتأوا أن يوفرون هذا الجهاز لما يمثله من قيمة عالية مقابل السعر، والشركة الأم ثبتت عليه روم عالمي وليس الوكيل هو اللي ثبت الروم، فهي نقطة مهمة جدا، فاطمئن التحديثات كلها توصل لك أول بأول، وأيضا راس الشحن إذا شوفوه ما يرهم ويا نقاط الكهرباء المعروفة عندنا، ولكن ريالمي راح توفر لك تحويله مع الجهاز. أيضا لازم تتأكد من وجود ملصق العلامة التجارية لشركة ZMC أو AH Group الوكلاء الحصريين لشركة ريالمي بالعراق، حتى تتأكد أنه جهازك خاضع للضمان واللي يشمل سنة كاملة للسوفتوير وهاردوير في حال وجود أي خلل مصنعي. الجهاز مثل ما ذكرت ذاكرة 828 جيجا بايت متوفر بالأسواق بسعر 239 دولار، يعني ما يعادل تقريبا 360 ألف دينار عراقي، أما النسخة المتوحشة 12256 جيجا بايت فسعرها 299 دولار، يعني ما يعادل 450 ألف دينار عراقي. أصدقائي ما أعتقد أكو شيء بقى بالريالمي كيو 3 برو ما عرفته، وإن شاء الله استفاديتم من الفيديو وأعطاكم فكرة واسعة عن الجهاز وميزاته وعيوبه، فلا تنسونا من اللايك ومشاركة الفيديو واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، وشكرا لكم لأن كملتوا الفيديو للأخير، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي بخير وصحة وسلامة، في أمان الله.